ننتقل الآن لمتابعة إغلاقات الأسواق الخليجية. اليوم الأحد تراجع في عدة بورصات لهذا اليوم. السعودية مثلا خسرت أكثر من 18%، الكويت 21% من الهبوط، دبي أكثر من 18% من الهبوط، أما في أبو ظبي فالصعود كان 2.17%. بقية البورصات البحرين وقطر تنهيان على اللون الأحمر، ومسقط ترتفع 16%. نتوقف مع أداء السوق السعودية، وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من المملكة الأستاذ عادل الحويل، عضو جمعية المحللين السعودية. مساء الخير أستاذ عادل، وبداية المؤشر الرئيسي للسوق السعودية تاسي يغلق بأكثر من 18% من التراجعات، ما الأسباب الرئيسية في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لمؤشر السوق السعودي تداول في منطقة المقاومة في الأسبوع الماضي، تقريبا في ثلاث أيام تداول عمل عند منطقة 9084، لم يستطع من خلالها الإقفال فوق هذه النقطة العرضية التي تعد نقطة مقاومة شرسة لمؤشر السوق السعودي. اللي لاحظناه اليوم كان تراجع فني متوقع منذ الأسبوع الماضي، حيث لم يستطع الإغلاق فوق النقطة المذكورة. يتوجه الآن مؤشر السوق السعودي إلى منطقة دعم ما بين 8889 إلى تقريبا 8318، نتوقع أن يكون فيها إن شاء الله ارتداد مجزي إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب دعني أشارك معك بعض الأخبار. عرضنا لبعض البيانات التي أشارت لها وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم، حذرت من دخول الاقتصاد العالمي والأمريكي مرحلة من الركود، وكانت لديها توقعات بشأن أسعار النفط، توقعت أن يصل سعر خام النفط في الأسواق إلى $100 للبرميل بسبب التوترات في الخاصة بنقلة النفط التي تتعرض لعمليات إرهابية أو حتى احتجاز. طبعا السعودية من أكثر الاقتصادات في العالم اعتمادا على النفط، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على الشركات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي؟ بالنسبة للأحداث في المنطقة، طبعا كلنا نعلم أن راح يكون في تأثير ربما وقتي على شركات البتروكيميكال. طبعا التأثير راح يكون وقتي وربما لا يتعدى أشهر محددة. إن شاء الله نرى في الشركات السوق السعودي وخاصة البتروكيميكال إن شاء الله فنيا راح تتعدى إن شاء الله منطقة التي يدور حولها الآن، وهي المنطقة العربية، وأيضا بقيادة قطاع البنوك الذي يسير منذ تقريبا شهرين في منطقة عربية ما بين 8100 ونقطتين إلى 9400. طبعا المتتبع في الفترة الماضية أن كان قطاع البنوك هو المسير الرئيسي لمؤشر السوق السعودي في الفترة الماضية، والمستثمرون أيضا ينتظرون المراحل القادمة إن شاء الله لدخول مؤشرات الأسواق العالمية في السوق السعودي. طبعا المستفيد الأكبر هو قطاع البنوك وقطاع الاتصالات. قطاع البنوك الآن يسير في منطقة عربية فنية، ربما نشاهد الاختراق في الأشهر القادمة ونرى إن شاء الله قمم سعرية في مؤشر السوق السعودي. تأثير الأحداث السائرة الآن هي تأثير وقتي، ربما لا يتعدى وقت محدد، بعد ذلك إن شاء الله سوف نشاهد الأثار تلاشى إن شاء الله إلى الإيجابية بشكل أكبر. شكرا جزيلا لمشاركتك الأستاذ عادل الحويل، عضو جمعية المحللين السعودية.